بأن الزمن قد توقف مرة أخرى. في بلدة قراقوش المسيحية في شمالي العراق التي تحررت في عام 2017 من وجود الدولة الإسلامية التي خلفت الخراب والدمار، لم تعد الحياة نابضة بالنشاط. ما يقلق سكان سهل نينوى والعراق كله اليوم هو جائحة فيروس كورونا التي حولت المدينة إلى مدينة أشباح، فالشوارع هادئة وتقوم الشرطة بحراسة الشوارع الرئيسة والكنائس مغلقة إضافة إلى حظر التجول. مرة أخرى تخضع هذه الجماعة المسيحية الصغيرة للاختبار. الكنيسة تعيش اليوم تحديات جمة كثيرة، وبالأخص ما يطرأ على الساحة في العالم، ألا وهو فيروس وباء كورونا. لا ننكر بأن هذه الأعياد في هذه السنة كانت على غير العادة، الذين تألموا بسبب عدم مقدرتهم إلى الحضور إلى الكنيسة وممارسة الشعائر الدينية والتقصية وأيضا الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع العظيم وبأسبوع أكيد القيامة، لأننا كما تعلمون في العالم أجمع كلنا مدعوون أن نبقى في بيوتنا لكيما نحجر أنفسنا ونبعد وندري الخطر عن باب دارنا وعن باب كنيستنا وبلدتنا ومحافظتنا وعراقنا والعالم أجمع. مع ضعف نظام الرعاية الصحية بسبب الدمار الذي خلفه أفراد داعش الذين احتلوا المدينة في حزيران عام 2014، اتخذت مدينة قراقوش إجراءات وقائية منذ البداية حدت من العدوى. أقيمت العديد من الأنشطة لدعم المجتمع المسيحي من قبل الكنيسة السريانية الكاثوليكية المحلية والسلطات المدنية، وتم تشكيل لجنتين لدعم السكان المعوزين والأسر الأكثر احتياجاً، الأولى لجنة الدعم والإسناد والثانية لجنة التكافل. فبدينا بجمع التبرعات من الأهالي، وبالفعل الأهالي كان عندهم تجاوب كلش كبير. اجتنا تبرعات من بغداد، اجتنا تبرعات من خارج القطر، اجتنا تبرعات من كل الطوائف طبعا، مسيحيين واسلام. المهم كملنا التبرعات وبدينا نشتري المواد الغذائيه. طبعا قبل ما نشتري المواد الغذائيه بدينا بجمع الاسماء وكملناها وكيسناها، وقدرنا نوزع اول وجبه خلال اسبوع واحد فقط، قدرنا نوزع تقريبا 500 ل 500 اسره. فما كان من امنا الكنيسه الا ان تكون السباقه لكي تجمع شمل بنيها. جمعنا اليوم ابناءنا تحت اجنحتنا كما تفعل الدجاجه.